موعد جديد من برنامج أخبار المرموم، والذي يأتيكم من إنتاج المركز الإعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن. لنرحب بكم فيه مشاهدين الكرام، وقبل هذا دعونا نلقي وإياكم نظرة على أبرز عناوين هذه الحلقة. الإثارة والتشويق عنوان بالبند العريض لختام الأسبوع التأهيلي السابع بالمرموم. مذيار والشقرة تتوشحان بناموس الثنايا لهجن أصحاب السمو والشيوخ. عوايد والرباعة تتربعان على عرش الحولي والزمول لهجن أصحاب السمو والشيوخ. جبارة وظبيان سيدا سن الثنايا لهجن أبناء القبائل. الشاهينية وحيلة تحومان على ميدان المرموم بناموس الحول والزمول. وهوس منقطع النظير للسياح الأجانب في التقاط صور سباقات المرموم. ونترك لكم المفاجأة لتتعرفون على لقطة الأسبوع لهذه الحلقة. نقف أقزام الكلمات لتحمل ضخامة المعاني، فنحلق معكم فوق ناطحات سحاب دبي، ونرسم خطوط الفرحة لنحط بها الرحالة في ميدان المرموم، ونشهد وإياكم على انطلاقة منافسات الأسبوع التأهيلي السابع، والذي خصص لسن الثنايا لهجن أصحاب السمو والشيوخ، والتي جرت وقائعها على مسافة 8 كيلومترات، تضمنت 14 شوطا كاملا نالت فيه هجن العاصفة جل الزاد بأكمله. بدون مقدمات وتجنبا للمفاجآت، نصبت إمبراطورية هجن العاصفة نفسها ملكة أولى الأشواط الرئيسية للإبكار المحليات الأصايل، ومنصب لهجن العاصفة تقود ميران هذا الشوط رفقة الكوارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. أما المركز الثالث فعاد لهجن العاصفة بقيادة مذيار، لنشهد على تدفق قوي من الخلف من طرف شكلة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، وهي تزاحم هجن العاصفة على الصدارة لتتزعم الأخيرة هذا الشوط لغاية الدقيقة العاشرة. أين بدأ التركيز يأخذ محله وتلعب الخبرة دورها في مثل هذه المسافات؟ بعد أن أغلقت هجن العاصفة الطريق على شكلة وكبحت جموح عنادها في الفوز بناموس هذا الشوط الرائع، ما سمح لمذيار للتقدم لكوكبة الصدارة مباعدة المسافة بشكل كبير عن منافسيها، محرزة ناموس هذا الشوط الفني الراقي بفضل الرائع غياث الهلالي عن زمن وقدره 12 دقيقة و45 ثانية. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ولي عهد دبي، حفظه الله ورعاه ووقاه في كل زمان ومكان، على فوز مذيار من هجن العاصفة تصل البطلة، تصل العملاقة، تنجز المهمة. تهانينا والناموس لسموه إلى مقامه الكريم. لم يشفع المستوى الكبير والباهر الذي أظهرته الشامخة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم في كسب ناموس الشوط الثاني المخصص لإبكار المهجنات الأصايل، رغم تصدرها الكوكب منذ الانطلاقة، واستطاعت بفضل مجهودها الكبير الابتعاد كثيرا عن صاحبة المركز الثاني الغزيلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وكذا مزنة لهجن العاصفة. وبحلول الدقيقة العاشرة أعلنت هجن العاصفة بقيادة الشقرة التي انحدرت من الخلف ومن المركز السادس إلى المقدمة، أعلنت نهاية حلم الشامخة في كسب ناموس هذا الشوط. تلتها في المركز الثاني مزنة لهجن العاصفة لتؤول الكلمة الأخيرة في هذا النزال المشوق لمصلحة الشقرة وبإبداع مضمرها غياث الهلالي، التي حققت الأهم بحصولها على ثاني نواميس الأشواط الرئيسية، وكذا تسجيلها أفضل توقيت زمني في هذه الفترة الصباحية عن زمن وقدره 12 دقيقة و34 ثانية و7 أجزاء من الثانية.
راشد آل مكتوم، تهانينا لك يا فزاع على هذا الأداء المتميز الذي تقدم هجنك في كل مكان وفي كل مناسبة، وها هي شجرة تغترم من المنصة الرئيسية، تغترم من خط النهاية. تهانينا أيضا للمضمر غياث الهلالي، تسلم يمينك على هذا التضمير، على هذا التسيير الذي تقدم هجن العاصفة. انتظر شاهين لهجن العاصفة حلول الدقيقة الرابعة للانفراد الكلي بصدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات الأصايل، بعد تجاوزه لشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ليمتع المتابعين بذاك المستوى الرفيع وتلك القوة الكبيرة التي استطاع بفضلها توسيع الفارق بشكل كبير عن أقرب مزاحميه. واستمر هذا العطاء والإيقاع والنسق المنتظم لشاهين لغاية خط النهاية، محققا فوزا سهلا وفي المتناول. كان الفضل الكبير فيه للقيادة المحكمة لغياث الهلالي، أنهى به المنعطف في المركز الأول والناموس عن زمن وقدره 13 دقيقة و12 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، تاركا المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة ولمصلحة الواعي. أما المركز الثالث فذهب لمستحيل اسمه الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم. يا سلام، الله، غير انهم جماهير العاصمة، جماهير شاهينية، جماهير شاهينية. اذا شاهين يصمد 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 من هجن العاصمة. تهانينا تهانينا، عصاته في بطانه، ما سلينا سيفك يا الآلي، ما سلينا سيفك. فارس متلثم، فارس ملثم، لم يتحدث لم يتكلم لم يقتل احدا هذا الآلي. أصر اللواء الكبير والشعار القدير لإمبراطورية هجن العاصفة أن يدور السوبر هاتريك من خلال ظفره بناموس الشوط الرابع على التوالي المخصص للجعدان المحليات. فرغم تأخر هجن العاصفة عن ثلاثية كوكبة المقدمة التي سيطر فيها ما يخاف لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على صدارة هذا الشوط، تلاه الصويغي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثاني، فيما نافس مليح لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان على المركز الثالث. إلا أن هجن العاصفة بقيادة المحنك غياث الهلالي تريثت قليلا وبقيت في المتابعة من المراكز الوسطى واستغلال تراجع أصحاب المقدمة للهجوم على المراتب الأولى، وهذا ما كان لها عندما تدفق شعار هجن العاصفة للمركز الأول عند الدقيقة السابعة بفضل دسمان الذي راوغ الجميع وبعد في الصدارة في الأنفاس الأخيرة من هذا الشوط، محققا ناموس الشوط الرابع عن زمن وقدره 13 دقيقة وثلاث ثوان. تهانينا وناموس على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة وصول دسمان إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن ناموس. تهانينا المركز الثاني، المركز الثاني. ينكسر خجل الحروف على بياض رونق المرموم، فينبت على الأوراق الشموع وممسكا بخيط الكلام، ممهدا الليالي المخملية لتحديات مسائية جديدة مليئة بالتشويق والإثارة. أسدل الستار فيها على منافسات الأسبوع التأهيلي السابع المخصص لسن الحور والزمول لمسافة 8 كيلومترات المتضمنة 16 شوطا، كانت الأغلبية فيها واضحة للشعار القوي هجن العاصفة الذي سجلت هجنه أفضل توقيت زمني في هذه الفترة المسائية. أرعبت الرعبية المملوكة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الجميع بعد أن فاجأت كل المتابعين بقوتها الكبيرة التي مكنتها من الابتعاد وتوسيع الفارق في انطلاقة الشوط الأول للحول المحليات الذي أنبأ الجميع بالعديد من المفاجآت. تلتها هجن العاصفة في المركز الثاني عن طريق سرابة وملهمة اللتان حاولتا قدر المستطاع اللحاق بصاحبة المقدمة وعدم تركها توسع الفارق بشكل كبير عليهما، خطة ناجحة لهجن العاصفة بعد أن أغلقت المنافذ على الرعبية التي تراجعت كثيرا لتحل محل سرابة في المركز الأول.
تلاها هجوم عاصفي لهجن العاصفة على المركزين الثاني والثالث من خلال ملهمة وعوايد على التوالي لتلوح في الأفق فوز هجن العاصفة بأحد المراكز الثلاثة الأولى لتفضل صاحبة التاريخ المشرف وصاحبة البطولات الكبيرة عوايد مغردة زاهية محلقة بناموس الشوط الأول عن زمن وقدره 12 دقيقة و45 ثانية وجزء واحد من الثانية كأفضل توقيت زمني في هذه الفترة الصباحية ويبقى الكبير كبير مع عوايد. هنيئا يا سيدي على هذه الهجن، هذه النوعيات، هذه النتر. هناك في الهجن شيء يسمونه نتر، ولكن هناك نادرة النتر. الله، واحدة منهن عوايد. شوفوا 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 النادرة، شوفوا النادرة، شوفوا الأسطورة، شوفوا الذيبة، شوفوا الذيبة. جتكم 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 يا جماهير العاصفة، انتظروا المزيد والمزيد، وأبشروا بالسيف إن شاء الله. سيف الإمارات جلفة غيره وغيره، بتاخذ حقها، بتاخذ حقها اللي عودتنا عليه. الله، تهانينا تهانينا من الأعماق نزفها لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حفظه الله ولي عهد دبي مالك هجن العاصفة. بدون مقدمات هيمنت هجن العاصفة على مقدمة سباق الشوط الثاني للحول المهجنات عن طريق تمويه التي ألزمت بقية المنافسين على اللحاق بها والزيادة من حجم سرعة هذا الشوط. تلتها في المرتبة الثانية زميلتها مياسة، أما المركز الثالث فجاءت شودة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم. بعد أن خيل للجميع فوز تمويه لهجن العاصفة بهذا الشوط الذي قادته من البداية، تراجع التمويه في آخر هذا الشوط، ما سمح للرباعة المملوكة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم من استغلال هذا التراجع والانتزاع للمركز الأول وكسب ناموس هذا الشوط في آخر أنفاسه، مسجلة زمنا وقدره 12 دقيقة و54 ثانية وجزء واحد من الثانية، تاركة المركز الثاني لتمويه والمركز الثالث لصالح شودة. حرك حرك حرك، وينك يا غياض؟ يا سلام، ليش 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 الرباعة الرباعة؟ لكن الرباعة سلام عليك يا هجن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على هذا الأداء. حماس محمس لهجن العاصفة للفوز بثالث الأشواط المخصص للزمول المحليات الأصايل كان وقعه جليا وهو يحتكر المقدمة لصالحه، أما المركز الثاني فجاء شاهين الذي حاول بدوره منافسة زميله على ناموس هذا الشوط، أما المركز الثالث فاحتل فيه الكايد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز الثالث. ونجد في المتابعة القريبة ثلاث مطايا لتتكون كوكبة سداسية مرعبة تنذر بنهاية تنافسية نارية. المفاجأة كانت من الخلف من سراب لهجن العاصفة يتقدم رويدا رويدا للمركز الثاني الذي أهله لتصدر المجموعة، وتجنبا للمفاجآت المعروفة في نهاية السباق أخرج سراب كل ما لديه من جهد في الأمتار الأخيرة مكنته من الظفر بناموس هذا الشوط التنافسي حتى أنفاسه الأخيرة محققا زمنا وقدره 13 دقيقة و8 ثوان و7 أجزاء من الثانية. لجماهير هجن العاصفة وعشاقها وأحبائها المترقبون دائما وأبدا لها ولأمجادها الماضية والحاضرة والقادمة إن شاء الله. هنيئا يا فزاع، هنيئا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مالك هجن العاصفة سيدي حفظه الله ولي عهد دبي أحد أبطال هذه الرياضة في الخليج وبطل أغلب الرياضات في العالم. هذه لحظات وصول سراب في المركز الأول. شكرا غياث الهلالي. أعلن ثلاثي مقدمة الشوط الرابع المخصص للزمول المهجنات الأصايل بقيادة زعفران لهجن العاصفة صاحب المركز الأول يليه عزام لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان في المركز الثاني. ونجد مشقي لهجن العاصفة أعلن عن نيته الكبيرة في الظفر بناموس هذا السباق بعد انفراده بتسيده هذا الشوط. مجريات هذا السباق تغيرت بعد عودة سرمد لسمو الشيخ نهيان بن ثياب بن سيف آل نهيان للمنافسة على هذا الشوط محتلا المركز الأول ومتجاوزا هجن العاصفة،
الأمر الذي شحن عزام للظفر هو أيضا بالناموس، وهو يتقدم للمركز الثاني. ومع هذا التجاوز والخطر المحدق بهجن العاصفة التي بقيت دوما في متابعة من المركزين الثالث والرابع، تفطن غياث الهلالي وألهب مشجي على تجاوز أصحاب المقدمة بتفعيل الأوامر التي مكنت الأخير من تقديم عرض رائع ومستوى رفيع مكنه بجدارة واستحقاق كبيرين من الظفر بالمركز الرابع عن زمن وقدره 13 دقيقة و27 ثانية وجزئين من الثانية، ليؤول المركز الثاني لمصلحة عزام، واحتل اليورانيوم المركز الثالث لهجن العاصفة. والنقطة الثالثة في هذا المساء الجميل، مساء الكبار ما شاء الله تبارك الله، مشقي بدون أي منافس، بدون أي منافس يصل إلى خط النهاية. سلام العاصفة سلام، سلام العاصفة سلام، وسعدت مساء مع الأداء المثير اللي قدمه مشقي لحظات وصوله إلى خط النهاية. منافسات قوية شهدتها تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ في السباق التأهيلي السابع، والتي سجلت فيها توقيتات زمنية رائعة، حيث وفي سن الثناية وفي الشوط الثاني المخصص لأبكار المهجنات ظفرت الشقرة وإبداع مضمرها غياث الهلالي على أفضل توقيت زمني، والذي قدر ب 12 دقيقة و34 ثانية و7 أجزاء من الثانية. أما في سن الحلوي والزمول سجل أفضل توقيت زمني في الشوط الأول للحول المحليات بفضل البطل عوايد عن زمن وقدره 12 دقيقة و45 ثانية وجزء واحد من الثانية. إن أردت تقدما ونجاحا فاملأ العمر همة والبس الجد وشاحا وبذل الجهد واستحث المطايا، إن في نيتك النجاح فلاحا. على هذه الأبيات المحفزة طلع بدر صباح عاشق الأصايل بميدان المرموم في تحد جديد في يوم مبارك من يوم الجمعة، ليعلن عن انطلاقة منافسات سن الثناية لهجن أبناء القبائل، والذي عرف مشاركة 160 مطية على مسافة 8 كيلومترات، والتي تضمنت 16 شوطا كاملا. خصصت الأربع أشواط الأخيرة للإنتاج، فيما حملت أشواط المفتوح تسجيل أفضل توقيت زمني في هذه الفترة الصباحية، كما رصدت جوائز نقدية قيمة لأصحاب المراكز العشرة الأولى. أولى الكيلومترات المقطوعة في الشوط الأول المخصص للإبكار المحليات الأصايل، كانت السيطرة واضحة فيها للجذابة التي سعت منذ البداية لجذب أنظار محبيها وعشاقها، وهي تمتعهم بعرض قوامها الرفيع وإمكانياتها الكبيرة، ما مكنها من قيادة هذا الشوط لمسافة تجاوزت 6 كيلومترات. تليها في المركز الثاني كبسولة، أما المركز الثالث فحلت فيه ممثلة الأشقاء من دولة قطر الجبارة، التي تدحرجت للمركز الثاني بحلول الكيلومترين الأخيرين مستغلة تراجع مستوى كبسولة، وبلمسة جميلة ومهارة فنية عالية لمالك جبارة السيد سالم بن عنزان من خاتم العنزان النعيمي، استطاع بخبرته كيف يتخطى الجذابة في الكيلومترين الأخيرين للمركز الأول وتأمين الناموس لهذا الشوط، وضاعف من قدرة جبارة التي باعدت كثيرا في المسافة عن أقرب منافسيها لتنال عن جدارة واستحقاق ناموس هذا الشوط والزمن 13 دقيقة وثانية واحدة وأربع أجزاء من الثانية. وهذا الشوط اللي قادته جبارة في الأمتار الأخيرة المهمة للسيد سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، سلام سلام وتحية واحترام، تهانينا تهانينا، وهذه لحظات وصول جبارة إلى المنصة الرئيسية وإلى الجماهير وإلى خط النهاية معلنة رسميا وعصاتها في بطانها الفوز بالمركز الأول بدون مضايقات، بدون أي إزعاج أو تشويش على المقدمة من قبل المشاركات اللي انطلق معها في هذا الشوط. قيادة ثنائية وثيقة شهدتها بداية الشوط الثاني مفتوح للإبكار المهجنات بقيادة رهف في المركز الأول والناصية في المركز الثاني، وفي المتابعة سرعان ما تسللت الأخيرة بقوة للمركز الأول بحلول الدقيقة السادسة محاولة الانفراد بالصدارة، لكن الاندفاع القوي الذي أتى من الخلف
من أصحاب المراكز الوسطى غير خريطة هذا السباق بعد أن اندفعت الشاهينية بقوة للمركز الأول بحلول الدقيقة 12 بعد أن وصلتها الأوامر التنفيذية من مالكها راشد بن خليفة بالمر النيادي الذي أصر على إهدائها للعين ناموس هذا الشوط في هذا اليوم المبارك. وهذا ما كان لهم والشاهينية تتقدم بخطى ثابتة نحو خط النهاية محققة المركز الأول عن زمن وقدره 12 دقيقة و57 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية تاركة المركز الثاني للروايح ورهف في المركز الثالث. سلام سلام عليكم يا أهل مدينة العين، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا من الأعماق لمالك الشاهينية راشد بن خليفة بالمر النيادي على فوز الشاهينية بهذا الشوط، شوط المهجنات، وهي تحمل رقم واحد ووصلت في رقم واحد. تهانينا من الأعماق على هذا الأداء المتميز مع هذا الشعار، الشعار العيناوي على المركز الأول. ها هي الشاهينية تصل إلى خط النهاية. سيطرة مياس على صدارة بداية أولى أشواط الإنتاج للإبكار المحليات الأصايل لم يدم طويلا، حيث تقدمت الشاهينية للمركز الأول فارضة إيقاعا قويا جعل من مياسة تتراجع للمركز الثالث، لتأتي برقية في المركز الثاني مزاحمة صاحبة الصدارة. الوضع بقي على حاله لغاية الدقيقة السابعة حتى تقدمت الرباعة من المركز الرابع إلى المركز الأول مستغلة تراجع مستوى أصحاب المقدمة، لكن طريق ناموس هذا الشوط لم يكن مفروشا بالورود للرباعة التي قاومت كثيرا لنيل شرف ناموس أولى أشواط الإنتاج، وهي تعاني الأمرين بعد المنافسة العنيدة من قبل أربعة مطايا خصوصا من مذيار التي حاولت جاهدة كسب ناموس هذا الشوط، لكن الكلمة الأخيرة عادت لها للمدام ورباعة تغرد عاليا بصوت مالكها فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري بناموس هذا الشوط محققة زمنا وقدره 12 دقيقة و59 ثانية وثلاث أجزاء من الثواني. واحد والخزع العامري، مذيار والرباع، الرباع مسيطرة ومذيار قادمة، الرباع ومذيار الأمتار الأخيرة، يلا 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 مذيار رباع الرباع الرباع مذيار مذيار الرباع الرباع مذيار مذيار ولا الرباع، بنخليهن وبنعود لهم مع التوقيت الزمني. والله احنا في ميدان المرموم احنا بضيوف، احنا هالدار نعتبر انفسنا من هالدار دي، والمشاركة في المرموم طال عمرك كل دور المشاركة في المرموم، مشاركة المرموم طال عمرك تعطينا تعنينا شيء واجد، وخاصة في الانتاج بعد سبق مثل اليوم في الانتاج له طعم غير. والله الشيوخ ما يسوون الا العدل، والانتاج هذا مفيد للمنتجين، في ناس ما يقدرون يشترون وفي ناس انتاجهم غالي عندهم يحول عليهم مطاين سبق تسبقهم، والانتاج سبقه غالي عند رعيه، الحلال غالي عند رعيه خاصة الانتاج، ولا الهجن كلها السبوق غالية من الانتاج والمشترك كلها غالية، لكن الانتاج سبقه غير معروف. والله الجديد ما نحكم عليه، الجايات ما نحكم عليها، اللي جاء شفتوه والجايات ان شاء الله بتشوفونها، ونطلب الله ان شاء الله التوفيق. الله يهدي طعمرك لمشجعين شعار بن طحنون. والله الرباعة أمها الرباعة معروفة ما يحتاج نعبر عنها، وأبوها شمعدان بعير الشيخ حمدان، والرباعة إنجازاتها تعرفونها، عندها سبق لقية وعندها سبق قذعة معروفة اشتراكات الرباعة. أعلنت التحدي من البداية فمن يتحدى، هكذا كان شعار الشجرة التي هيمنت وسيطرت وتحكمت وتسيدت وتصدرت أيضا سباق ثاني أشواط الإنتاج للإبكار المهجنات من بدايته إلى خط النهاية. ولم تكتفي الشجرة بهذا التقدم، بل باعدت كثيرا بالمسافة عن أقرب منافسيها لمحة صاحبة المركز الثاني وكذا الذيبة في المرتبة الثالثة. إمكانيات جبارة ومؤهلات فنية رائعة للشجرة استمتع بها كثيرا الجمهور المتابع لأطوار هذا السباق الذي ثمن كثيرا الدور الكبير الذي لعبه مالكها بخيت بن علي الخاصون المنصوري في قيادة هذا النزال الصعب الذي ضم خيرة نجائب الهجن ليرفع أهل الوثبة القبعة للشجرة التي ظفرت عن جدارة واستحقاق وبدون منافس ناموس هذا الشوط عن زمن وقدره 12 دقيقة و56 ثانية و6 أجزاء من الثانية.
بدون اي منافس. مش ما شاء الله تبارك الله، لحظات الوصول، لحظات الوصول الى خط النهايه. تهانينا لبتيت بن علي بالقصوان المنصوري على فوز شقره بالمركز الاول. سلام الوثبه سلام، واسعدت صباحا مع الاداء المثير. الحمد لله شقره كانت في وعكه صحيه من يوم هي صغيره، وعندنا امل عليها لانها طال عمرك من انتاجنا الشخصي، وخت الناقه اللي كانت عند محمد زايد اللي هي سميها دينا ماخذه رموز. والحمد لله والشكر لله، واشركناها قبل الاسبوع هذا هني عندكم وهي الثالث، واليوم الله وفقها الحمد لله وسبقت، والحمد لله على كل حال. الله يطول عمارهم ويكثر خيرهم، الشيوخ ما قصروا في شيء لنا صراحه. وهذه طال عمرك الفكره بترد للانتاج وبتحافظ على انتاجك، الانسان يحافظ على انتاجه. والسبوق ان كانت انتاج وان كانت شريه هي سبوق، لكن سبق الانتاج غير، يعني تحس به غير، له لذه. والله سلالتها طال عمرك بنت شاهين بير حميد بالدبيله، وشقرة مسجلة أفضل تيم في الوثبة أول اشتراكاتها، وصار لها شوي ضلعة والحمد لله افتكت، وتونا نحن بادين ونتأمل من الله سبحانه أفضل من هالشيء، وإن شاء الله واللي عند الله مو بعيد. والله أهديه القيادة الرشيدة، وأهديه لمشجعين شقرة لأن الناس وايد مركزين عليها يعني. الله يطول عمر الشيوخ ويكثر خيرهم ويجزيهم خير على هالفكرة الإنتاج، ويطول عماركم أنتم ويجزاكم الله خير. وجاء أفضل توقيت زمني في الفترة الصباحية في الشوط الثالث مفتوح للجعدان المحليات لصالح ظبيان الذي قدم عرضا قويا مشابها لفوز الشقرة في الشوط الثاني للإنتاج بعد أن خاض معركة سهلة نسبيا نفسه فيها في الأمتار الأخيرة عشاق، لكن الشوط حسم في الأخير لصالح ظبيان مهديا مالكه سالم بن حمد بن سالم اليربوعي المري، وأهل الشقرة في مدينة الشحانية في قطر ناموس هذا الشوط عن زمن وقدره 12 دقيقة و50 ثانية و8 أجزاء من الثانية كأسرع التوقيتات الزمنية في الفترة الصباحية. ظبيان سالم بن حمد بن سالم الجربوعي المري، يا سلام تهانينا والناموس، وهذه اللحظات اللي من خلالها يقبل على المنصة والجماهير وخط النهاية معلن الفوز بالمركز الأول. ظبيان 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 سالم بن حمد بن سالم الجربوعي المري، تهانينا والناموس. بدأ ظهور ضيوفنا الملحوظ في هذا الصباح بقوة والاستعداد التام للختاميات. الله سلام يا ظبيان، سلام يا ظبيان. وهكذا وصلت رحلتنا أيها المسافرون الكرام إلى خط نهاية بقيادة ظبيان. والله تعنينا إنجاز، إنجاز قوي. القعود طال عمرك ناصي من المختبر، ناصي عندي أنا تعرغل أول موسم وجهزنا ورد تعرغل وردينا جهزناه ودخلناه هو الاشتراك من 8 الحين، دخلناه من 6 ولا قلنا له شيء ويا ثاني، ودخلناه الحين من 8 الحمد لله وسبق. وناصي راعي الشوط هذا، ونهدي الناموس طال عمرك لشعب الامارات وحكومة، ونهدي الناموس كافة لهل مرموم واللي مرشح القعود احمد بن كرازم هيري. القادم ان شاء الله انه شيء جاهزين عليه، وان شاء الله انه شيء جميل. يقولون تو شد الركض، واحنا ان شاء الله متفاولين خير فيه الحلال. عندنا ان شاء الله لقايه قوه، وعندنا الثني ما عندنا غير هذا، وعندنا كايد يتصابق ويا السنه. ان شاء الله انه يسلم منها، وان شاء الله انه يجهز الختاميات. حاب نشكر الشيوخ اللي داعمين المهرجانات واللي داعمين مهرجان التراث، وحابين نشكر اللجان، ونشكر كل من تعب على 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 هذا التراث، ونشكر جميع من حب الهجن. ما
مع أول رشة عطر صباحية من رحيق زهر المرموم الفواح، تطيبت بها عشاق الأصايل لتبعث في النفوس رونقاً وجمالاً، جمال تحفة الميادين الذي كان الشاهد على انطلاق منافسات الأسبوع التأهيلي السابع، والذي خصص للسن الحور والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كيلومترات، وهي التحديات التي شملت 16 شوطاً. كانت الأربع أشواط الأخيرة من نصيب الإنتاج، حيث سجل أفضل توقيت زمني في أشواط المفتوح، كما رصدت جوائز نقدية قيمة لأصحاب المراكز العشرة الأولى. قيادة قطرية لبداية الشوط الرئيسي الأول المفتوح للحول المحليات الأصايل عن طريق محبة لحمد بن عبد الله بن ناصر بن عبد الله المسند، ومقصوده لمالكها علي بن حمد بن علي بن حمد العطية، اللتان حاولتا تغطية هذا الشوط بذكاء. تليهما جنار لسالم بن راشد بن غدير الكتبي. تسيد الكوكبة القطرية لبداية هذا السباق لم يدم طويلا، بعد أن تسللت الشاهينية لأحمد بن محمد بن عبد الله المزروعي للمركز الأول، معلنة نيتها في الترشح لناموس هذا الشوط. وبالفعل اندفعت الظبية لسعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي للمركز الثاني، مشكلة ثنائيا تنافسيا رفقة الشاهينية، اللتان ابتعدتا عن البقية. لكن تراجع الظبية والعودة القوية لأرجوان لمالك أحمد بن مبارك بن محمد بن دحروي العامري أشعل التنافس من جديد على ناموس هذا الشوط، وهو الأمر الذي أدى بالشاهينية لمضاعفة حجم قوتها التي وصلت لخط النهاية والناموس عن جدارة واستحقاق، ومحققة زمنا وقدره 13 دقيقة و8 ثوان بالتمام والكمال. شاهيني 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 شاهيني، الله الله، المعركة طحنة حتى الآن، حتى الآن المعركة، يا سلام يا سلام يا سلام، الشاهينية الشاهينية الشاهينية، تهانينا والناموس على الصمود الشاهيني اللي قدمت الشاهينية حتى خط النهاية، تهانينا سيد أحمد بن محمد بن عبد الله المزروعي. احتد التنافس في الشوط الثاني لحول المهجنات بين الثنائي شديدة لغانم بن مصر بن غانم المنصوري، وعنيدة لمالكها فهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري، اللتان انفردتا بالصدارة ووسعتا الفارق على 7 لسالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي صاحبة المركز الثالث، التي لم تستطع مجاراة أصحاب المقدمة. استمرت المعركة الطاحنة بين الثنائي شديدة وعنيدة على أطوار هذا السباق، لتبدأ التحركات وتلقي الأوامر من المضمرين، ونشهد بذلك على انطلاقة صاروخية لعنيدة التي باعدت كثيرا في الصدارة مع تراجع شديدة للمركز الثالث، الفرصة التي استغلتها راهية للنزوح للمرتبة الثانية محاولة اللحاق بعنيدة صاحبة المقدمة، لكن الأخيرة قالت كلمتها ووصلت لخط النهاية مهدية ناموس هذا الشوط للمملكة وأهالي المدام عن زمن وقدره 13 دقيقة و3 ثوان. يا سلام يا سلام، يمتلك من خيرة الحول من خيرة الزمول، متواجدة في الدمام في عزبة مسعود بن طحنون الهاجري، سلام سلام عليكم يا للدمام، أسعد الله صباحكم بكل خير. والله قادم الخير إن شاء الله، في رجال الله إن شاء الله، العلوم زينة، الهجن جاهزة، والأمور زينة إن شاء الله، وانت رجل من الله الكثير إن شاء الله. أنا مواطن هنا رام صحيح، أنت عارفني ما يحتاج أخبرك، أنا مرموم دورتي هذه، أروح أرجع عليها، يعتبروني من هالمرموم هذه دورتي. يعني إذا طال عمرك عندها إنجاز، قبل قد سويت لقاء سبقت الشوط الأول، عندك خبر يوم سبقت من 6 سلالتها، أبوها جبار الفقى وأمها بنج المود، وعندها سبق واجد، عندها سبق قذاعه وثنية وحايل، عندها سبق، هذا ثاني سبقة السنة ذي لها، والله أهديه اللي يشجعون شعار بن طحون وهل الدمام، ما يحتاج هل الدمام، حنوه الناموس في نص المسافة ما يحتاج. طول عمرك مشكورين، وبيض الله وجيهكم على النظام وعلى الترتيب، بيض الله وجيهكم. كوكبة سداسية انفردت بزمام أولى أشواط الإنتاج للحول المحليات، تسلمت شعار القيادة فيه صعايب لحارب بن راشد بن حليس الكتبي، متبوعة بالشاهينية لعامر بن عني بن عامر الفهيده المري في المركز الثاني، وحلت الحذر لأحمد بن علي بن عامر العويسي في المركز الثالث.
مع مرور الوقت وتقدم المسافة نحو خط النهاية بدأت التحركات الخفية للمطايا، ومع إحساس الشاهينية صاحبة المركز الثاني بالخطر المحدق من خلفها اندفعت للمقدمة متجاوزة صعايب ومبعدة في الصدارة، ليبدأ عامر بن علي بن عامر الفهيدة المري في تفعيل الأوامر على الشاهينية في الكيلومترين الأخيرين، الأمر الذي أدى بها لزيادة حجم سرعتها لضمان الفوز بالناموس، وهذا ما كان لها عندما فازت بالمركز الأول عن زمن وقدره 13 دقيقة و6 أجزاء من الثانية. هذه زادت ما شاء الله، صدرت الأوامر ورقصت مرة أخرى، يا سلام ما شاء الله تبارك الله على هذا الفوز الشاهينية لعامر بن علي بن عامر الفهيده المري الذي قدم مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه الشاهينية أعلنت الفوز ووصولها إلى خط النهاية، سلاماتنا لعامر بن علي بن عامر الفهيده. اشتراكاتها سابقة في من أيام في الشحانية وجاية ثانية في الكبرى، واليوم سبقت الحمد لله. سلالتها بنت شاهيني ولد شاهيني الكليلي وامها محليه من الانتاج. اهديها المحبين شعار شاهينيه. نشكر جميع اللجان في ميدان المرموم ونشكركم مقدما. تقدمت مياس الحليس بن راشد بن حليس الكتبي في صداره سباق الشوط الثاني للانتاج للحول المهجنات الاصايل، آملة في فرض نسق يصعب على بقيه المطايا مقاومته. الأمر الذي استدعى من منحاف لمحمد بن عتيج الكتبي لمراقبة تحركاتها في المركز الثاني. أما جماهير لمالكها سالم بن مطر بالحاذ الكتبي فسعت جاهدة للبقاء في كوكبة المقدمة، عساها تسعد جماهيرها الغفيرة، حيث تبادلت المركز الأول رفقة منحاف التي استطاعت أن تتسلل بشكل انفرادي بالصدارة مكشرة عن أنيابها بالفوز بناموس الشوط. ومع اقترابها من خط النهاية حدث ما لم يكن في الحسبان بعد تفاجؤ الجميع بالقوة الرهيبة الذي بذلتها في آخر رمق من هذا السباق، مخالفة كل التوقعات وهي التي تسربت وانفلتت من الخلف بشكل خفي، خالفت به كل التوقعات لتهدي أهالي جميرة ومالكها المبدع محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي ناموس هذا الشوط التكتيكي عن زمن وقدره 13 دقيقة و9 ثوان و7 أجزاء من الثانية. أهالي الهباب يا سلام مع السلامات الصباحية حتى هذه اللحظات، ولكن نشوف هناك اللي وصلت في 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 محمد بن خليفة بن درويش بدأت تتحرك الظاهر أنها بتقلب موازين الشوط في الأمتار الأخيرة، غيرت بتسلم إلى أهالي جميرة. جميرة يا جميرة يا سلام، في محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي في الأمتار الأخيرة حسم الأمور مع في هذه الانطلاقة. تهانينا محمد بن خليفة بن درويش على فوز في بالمركز الأول، من حاف المركز الثاني محمد بن عتيج بن خفية المركز الثالث. والله هذا طال عمرك يحفزنا زيادة حق الانتاج، حق الواحد يهتم في انتاجه ويبرز إن شاء الله انتاجه وحلاله. طال عمرك في سابق من فطيمة لين حايل، لكن طال عمرك في الرئيسيات ثاني وثالث على السيارة. إيه نعم، وسلالته طال عمرك أبوها سوداني وأمها بنت الحنيش، أبوها بعير النيادي سكرتير محمد بن زايد. إن شاء الله في عندنا مشاركات في اللقاية والله كريم إن شاء الله. أهدي طال عمرك كل متابعين محمد خليفة والجماعة كلهم، ونشكر نادي دبي على إتاحة الفرصة لإبراز الإنتاج إن شاء الله. معركة أفضل توقيت زمني في الفترة الصباحية سجلت في الشوط العاشر المفتوح للحول المهجنات، حسمته حيلة وحسمتها القيادة المحنكة لمالكها ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند الذي استطاع الانفراد بها من البداية، مواصلة شعار الناموس لأهالي الخور في قطر لتسجل بذلك أفضل توقيت زمني وقدره 12 دقيقة و58 ثانية. والانفراد على مقدمة هذا الشوط، تهانينا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. حيلة حيلة والله ما فيها حيلة ما فيها حيلة، لحظات وصولها إلى خط النهاية، سلام الخور سلام. والله تعلينا الشيء الكثير ومشاركتنا بحد ذاتها ناموس في ميدان المرموم، ومشاركتنا هنا تجهيز إن شاء الله الدرهام سيدي سمو الأمير الوالد والجاي أفضل إن شاء الله.
والله القعود اللي سابق امس هذا القعود توه ما شاء الله من ايام توني شاريه. نعم. شاريه من بخيت بن علي المنصوري. نعم. وشاريه كان سابق عندكم هنا في ميدان المرموم ماخذ الشوط الاول وكان سابق في شوط الانتاج وشرينا القعود هذا، وهذا القعود امس سجل افضل تيم وان شاء الله ظني فيه الايام الجايه ان شاء الله يقدر على الاشواط المتقدمه ان شاء الله. والجازم نفس الشيء كان شارينه من عند شو اسمه صالح بن عبد الله وصالح مسعود المجدور، صالح مسعود مجدور اي نعم. وعده اليوم اعتقد انها ثالث سبقه له او ثاني سبقه، لا ثالث سبقه له، ودائما يسجل افضل توقيت اللي هو الجازم. وان شاء الله هذه الحلقه كلها اغلبيتها مشتروات والجاي افضل ان شاء الله. هذا الناموس والفوز لسيدي سمو الامير وسيدي سمو الامير الوالد وللشعب القطري ولمحبين شعار بن حلفان. نشكر قناة دبي ونشكر قناة ريسنج وبيض الله وجيكم وجزاكم الله ألف خير. بعد هذا العرض التحليلي لأبرز ما حملته أشواط سباقات الهجن لأبناء القبائل، دعونا نلقي نظرة على أفضل توقيت زمني شهدته تحديات سن الثنايا، حيث خالف ظبيان لمالكه سالم بن حمد بن سالم الجربوعي المري، خالف كل التوقعات وتمكن من الفوز بأفضل توقيت زمني والذي قدر ب 12 دقيقة و50 ثانية وثمان أجزاء من الثانية، والذي جاء في الشوط الثالث مفتوح للجعدان المحليات. ننتقل لسن الحولي والزمول، حيث حسمت معركة أفضل توقيت زمني في الفترة الصباحية في الشوط العاشر المفتوح للحولي المهجنات، حسمته حيلة وحسمتها القيادة المحنكة لمالكها ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ليسجل أفضل توقيت زمني وقدره 12 دقيقة و58 ثانية. على وقع تحديات هذا الأسبوع وعلى إثر نتائج وتحليلات السباقات الآن في ذكرها، استلخصنا لكم منها أبطال المرموم لهذه الحلقة. لم نغفل في حلقتنا لهذا اليوم عن ما يزين ميدان المرموم، حيث الأفواج الكبيرة من السياح والزوار الأجانب من كل الجنسيات المتفاوضة من كل حدب وصوب بغية الاستمتاع واكتشاف هذه الرياضة وما تحمله السباقات والأحداث المصاحبة لها من إثارة وتشويق، الأمر الذي استجوب تسجيل هذه الذكريات الفريدة من نوعها بالتقاط صور تذكارية للسباقات تبقى خالدة عبر الزمن، وهو ما استدعانا لنسلط الضوء عليها، حيث وبكبسة زر واحدة تتيح لكم تكنولوجيا التصوير تجميد الزمن والتقاط صورة لما تشاء، ولعل التقاط صور الجمال وهي مرهونة قاصدة الناموس أبرز الصور الملتقطة والمفضلة للسياح الأجانب أخذها بميدان المرموم، كما أن اندهاشهم بهذه الرياضة وبهذا الحيوان وبقوامه الرفيع ومؤهلاته الفنية الرائعة شدت انتباه الكثير من السياح،
حيث تسابق العديد منهم لأخذ أجمل الصور الخاصة. فعين المصور لا تشبه كل العيون، فعينه هي قلمه وهي قلبه، يقتنص اللحظات السعيدة واللقطات المعبرة وما لا يراه الآخرون، ويعجز اللسان عن وصفه والقلم عن خطه. Amazing. Better than we thought. We actually thought there was only going to be one race today, and then we find out there's 18 races. So amazing how many camels, and then to find out the cost of each camel, it's amazing. Really good. Even just being here on National Day as well, it makes it a little bit more special. It's something that in England you don't hear of. The robots on the back of the camels as well, it's really good, especially with all the cars and the shake as well here today. Amazing. Well, for me it is definitely kind of experience I would want to recommend, but in all fairness I kind of got an impression that it was something that you guys wanted to keep in between yourselves. That's why it's not necessarily strongly advertised among tourists. So my impression was that it's something that you want to keep locally to your people rather than spread the word out there. So if you really want it, recommending to other people, that's definitely something we're going to be doing. That's for sure, yeah. Because it is an incredible experience, that's definitely, and something so traditional as well. It's just being part of it, it is amazing. Oh, it's really interesting. I've seen horse racing before in Europe and the UK, but never camel racing before, so it's quite exciting. Maybe because there are jockeys on the horses, then there is more of a human element, I suppose. But it's still excitement to see who is going to win. So I guess that's the big excitement. Which camel comes first? Which horse comes first? يتجدد الموعد كل حلقة من حلقات أخبار المرموم عن لقطة الأسبوع التي نركز فيها على رصد أبرز حدث شهدته تحديات ومنافسات ميدان المرموم من أحداث فريدة ومميزة لا تشهدها كل الميادين. بالسرور والمحبة التقينا وبها نفترق، آملين أن نكون قد وفقنا في إيفائكم بأبرز ما حمله ميدان المرموم من أحداث فريدة ورائعة كل أسبوع فيه يختلف عن قادمه إثارة وحماسة وجمالا. وإلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم مع أحداث جديدة، تقبلوا تحياتي وتحيات المركز الإعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن الذي يسهر دوما بتزويدكم بآخر المستجدات، ويتشرف بتلقي استفساراتكم وتساؤلاتكم العامة على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.